احنا دكتورنا هنتكلم النهاردة عن الفصل التالت. اكتب بقى معايا، انت متعود بقى الفصل التالت يا دكتورنا. هنتكلم عن مين؟ هنتكلم على الدرس الاول. الدرس الاول في الفصل التالت اللي هو كان بيتكلم على تركيب التربة وأهميتها. يبقى احنا دلوقتي ماشيين واحدة واحدة يا دكتورنا، ماشيين واحدة واحدة. ازاي؟ اول حاجة احنا خدنا المية بانواعها بتفاصيلها بكل حاجة عنها. بعد كده دكتورنا خدنا الفضاء، تمام، بتفاصيله بكل حاجة عنه. رايحين دلوقتي نتكلم عن مين بقى؟ عن التربة بقى، تمام. حلو. تكيف سلوكي يا دكتورنا. يبقى التركيب التربة واهميتها. احنا النهاردة محتاجين نعرف بس ايه هي اصلا التربة. يعني مبدئيا ايه هي التربة؟ التربة هي السطح الخارجي او السطح العلوي المفكك اللي بيغطي سطح الارض، تمام. انت بتمشي على ايه؟ انا بمشي على تراب. التراب ده بنسميه التربة، تمام. يبقى لو انا قلت لك ايه هو تعريف التربة، هتروح تقول لي بكل بساطة هي طبقة، هي الطبقة العليا السطحية المفككة. يعني ايه يا دكتورنا مفككة؟ يعني اللي بتقدر تشيلها بإيدك، يعني اللي هو التراب، تمام، التي تغطي سطح الأرض. بمعنى تاني عشان تفهمني أكتر، لو افترضنا مع بعض إن ده كده يا دكتورنا سطح الأرض، ده سطح الأرض أهو، ركز في التفصيلة اللي جاية، تمام. فين التربة؟ التربة بقى يا دكتورنا اللي هي بتبقى فوق كده مفتتة، تقدر تمسكها بإيدك. حلو. دي كده يا دكتورنا بيبقى، لو أنا قلت لك إيه هي التربة، هتروح تقول لي يا دكتورنا هي الطبقة العليا السطحية المفككة التي تغطي سطح الأرض، تمام. طيب بتتكون من إيه بقى؟ وقال لك والله يا دكتورنا وتتكون من جميع أنواع صخور القشرة الأرضية. إيه هي أنواع بقى صخور القشرة الأرضية؟ ركز بقى معايا في الجملة دي. أنواع الصخور يا دكتورنا كانت النارية، خلينا ناخدها بلون مختلف. التربة يا دكتورنا كانت النارية والرسوبية، والتالتة يا دكتورنا كانت المتحولة، تمام. هنفهم الكلام ده كله واحنا داخلين قدام، ما تقلقش. بفعل مين؟ بفعل العوامل الطبيعية. بفعل العوامل الطبيعية السطحية المختلفة. ايه هي العوامل الطبيعية السطحية المختلفة دي يا دكتورنا؟ مختلفة، تمام؟ المختلفة بكل السهولة اللي موجودة في الدنيا. لو انا قلت لك ان دلوقتي عوامل طبيعية يبقى مطر، يبقى رياح، يبقى يا دكتورنا رعد، برق، زلزال، بركان، دي كلها عوامل طبيعية سطحية مختلفة، تمام. خلي بالك بقى، احنا المفروض ان احنا هنبدأ الموضوع من الاول، اول 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 خالص، اللي هي كانت مين؟ نشأة التربة. ازاي اصلا يا دكتورنا التربة دي نقدر نعملها؟ هو يا دكتور احنا نقدر نعمل التربة؟ لو في حد هنا مهتم بمجال الزراعة يا جماعة، فاحنا بنقدر فعلا نعمل تربة علشان نقدر نزرع فيها النباتات اللي بتحتاج تربة خفيفة، تمام. يبقى يا دكتورنا نشأة التربة بتتكون من خلال عمليات، أو عملية بنسميها عملية التجوية، تمام. عمليات التجوية، ايه هي يا دكتورنا عمليات التجوية دي؟ يعني دي اللي بتؤدي الى تفتت وتحلل الصخور. حلو. احنا عندنا صخرة كبيرة لو فتتناها بنسميها التجوية. حلو. يبقى التي تؤدي الى تفتت وتحلل الصخور. وطبعا الكلام ده بيكون بطيء جدا. يبقى لو انا سألتك وقلت لك وتتكون او وتكون هذه العملية بطيئة
جدا وتستغرق عشرات مين؟ عشرات الآلاف من السنين. فأنا لو سألتك سؤال بسيط خالص، رحت سألك وقلت لك إحنا عندنا أرض صحراوية، هو لون الصحراء يا جماعة، يعني لو أنا قلت لك إن إحنا بنزرع في أرض صحراوية هيبقى لونها نفس لون التربة اللي في الأرض الزراعية؟ الإجابة لأ، الأرض الزراعية لونها أسود لكن الأرض الصحراوية لونها أصفر، دي بتطلع نباتات ودي بتطلع نباتات. السؤال، هل إحنا نقدر نزرع في الصحراء؟ الإجابة قولا واحدا، ما بنقدرش نزرع في كل الأراضي بتاعت الصحراء، إحنا بنزرع في الأرض اللي إحنا بنقدر نستصلحها. طب إزاي نقدر نستصلحها؟ بنجيب تربة صناعية نحطها في قلب يا دكتور الرملة بتاعت الصحراء علشان نعمل حاجة اسمها تجوية، يعني نشأل التربة. تمام؟ حلو الكلام؟ بعد بقى عشرات السنين وعشرات آلاف السنين تبدأ الصحراء دي تتحول لمين؟ تتحول لتربة عادية يا دكتورنا. تمام؟ اتفقنا؟ خلاص؟ صعبة؟ لا يا دكتور. حلو، بص ركز بقى معايا، لأن الكلمة اللي جاية بنلخص فيها كلام كتير جدا. احنا يا دكتورنا قلنا إن عمليات التجوية كانت مين؟ دي بتؤدي إلى تفتت وتحلل الصخور، وتكون هذه العمليات بطيئة جدا وبتحدث أو بتستغرق عشرات آلاف من السنين يا دكتور. تمام؟ احنا بقى عايزين نعرف ايه هي انواع التجوية. انواع التجوية، انواع التجوية دكتورنا كانوا ثلاثة. سلام لو ناس بتكتب دلوقتي. انواع التجوية كانوا ثلاثة، اول حاجة التجوية الفيزيائية، التانية يا دكتورنا كانت التجوية الكيميائية، التالتة يا دكتورنا كانت التجوية البيولوجية. حلو، يبقى دلوقتي انت عندك كام نوع من انواع التجوية؟ فيزيائية يا دكتورنا. الفيزيائية دي زي مين؟ زي انك تغير درجة الحرارة، انك يا دكتور تجمد والدواء بالمية في قلب الشقوق بتاعة الصخور. تمام؟ يبقى دلوقتي احنا دلوقتي عندنا عمليتين هنا يا دكتورنا، اتفقنا مع بعض اصلا ان الكلام ده كان بيحدث نتيجة مين؟ نتيجة تفكك او تفتت، خلينا نقول تفتت عشان يبقى الكلام متوحد، تفتت الصخور يا دكتور، الصخور بواسطة حاجتين. الحاجة الاولانية يا دكتورنا هي عمليات مين؟ عمليات فيزيائية. الحاجة التانية يا دكتورنا هي عمليات كيميائية او ميكانيكية، بلاش نقول كيميائية، ميكانيكية. حلو يا دكتورنا، العمليات الفيزيائية دي بتتم ازاي؟ قال لك والله مثل التغيرات، مثل التغيرات في درجات الحرارة وتكرار تجمد وذوبان المياه في الشقوق الصخرية. يعني ايه الجملة دي؟ بص لو افترضنا دلوقتي ان احنا في الشتاء، فاحنا في ارض حتة ساقعة جدا، تمام؟ فالتلج نزل في قلب الشق بتاع الصخرة يا دكتور. تمام؟ بعد كده الصبح الشمس طلعت فالتلج داب، بالليل التلج نزل فاتحط في قلب الشق يا دكتورنا، فبعد شوية سيحناه. دي بنسميها عمليات مين؟ عمليات فيزيائية عشان نقدر نفتت الصخرة. يبقى الصخرة بتتفتت بعملية فيزيائية، زي ان درجة الحرارة تزداد او درجة التجمد يا دكتور. تمام؟ طب العمليات الكيميائية بقى، بص دلوقتي احنا كان عندنا صخرة في الحتة دي كده، جينا بعد شوية وهنا كده برضو صخرة، جينا بعد شوية لقينا الجو قلب عاصفة ورياح والدنيا صعبة جدا، فيا دكتورنا ايه اللي حصل؟ الصخرة دي وقعت هنا كده، بعد كده جت خبطت الرياح من الناحية دي فجت خبطت في هنا. السؤال، هل الصخرة هتتفتت منها حتة ولا لأ؟ هيتفتت يا دكتورنا، يبقى دي عمليات مين؟ ميكانيكية. يبقى يا دكتورنا بتحدث عندما تحتك الصخور ببعضها في أثناء مين؟ أثناء عمليات النقل بواسطة مين؟ بواسطة الرياح والتيارات المائية.
يعني ايه التيارات المائية دلوقتي؟ ما هو في صخور في قلب النهر، في صخور في قلب البحر يا دكتورنا، حصل فيضان، الفيضان هيجي على اليابس وياكله، تمام؟ طيب بتحدث برضه يا دكتورنا نتيجة مين؟ الجاذبية، تمام؟ الجاذبية، يعني ممكن الصخرة دي تقع عن طريق ان الجاذبية يا دكتور شدتها، تمام؟ يبقى الجاذبية ايضا لها دور مهم في تكوين التربة، ما تنساش. حلو يا دكتورنا، الكلمة الثالثة او الكلمة الثانية، التجويع الميكانيكية او الكيميائية. التجويع الكيميائية يا دكتورنا بتحدث نتيجة تحلل المكونات المعدنية للصخور، يعني معظم الصخر بيتكون من معادن، معادن زي الحديد، المغنيسيوم، الكالسيوم، الفوسفات، دي كلها معادن، تمام؟ يبقى يا دكتورنا التجويه الكيميائيه بتحدث نتيجه تحلل مكونات المعدنيه للصخور، تمام؟ يعني مثلا في وجود الميه من خلال مثلا تغيير في التركيب الكيميائي للميه، حيث تتفاعل المعادن مع مين؟ مع الهواء ومع الميه يا دكتورنا، تمام؟ يبقى ده بنسميه التجويه الكيميائيه. يبقى الصخره مثلا جت عليها شويه ميه، يبقى المعادن اللي جوه الصخره هتدوب في قلب الميه، يبقى الصخره قلت ليه؟ الكتله بتاعتها قلت لانها دابت حبه منها في قلب الميه، تمام؟ هنفترض مع بعض ان يا دكتورنا دي صخره اهي، ودي صخره، دي صخره تانيه اهي بالشكل ده، جت مثلا فيضان من نهر مثلا او من بحر او اي حاجه، حصل فيضان بالشكل ده. فدلوقتي تفتكر بعد ما الميه تنشف هل الكتله بتاعه الصخره هتبقى زي ما هي؟ ما حصلش. ايه اللي يحصل لها؟ تقل شويه يا دكتورنا بالشكل اللطيف ده. ليه؟ بنسميها عوامل التعريه. زمان كنا بنسميها عوامل التعريه، دلوقتي هنسميها التجويه الكيميائيه. حلو. طيب يا دكتورنا، عارف ابسط مثال على الموضوع ده؟ عارف قمة الهرم، تمام؟ قمة الهرم يا دكتورنا منحوتة من فوق بالشكل ده. طب منحوتة ازاي؟ عن طريق الرياح، عن طريق يا دكتورنا الندى اللي بينزل من الهواء، بخار المياه اللي موجود في الهواء، عن طريق يا دكتورنا الأمطار، عن طريق يا دكتورنا البرق والرعد اللي بيحصل، دي كلها مصادر طبيعية ممكن يحصل فيها مين؟ التجويع الكيميائي، تمام؟ انت اصلا اي ثينك ان انت خدت في اعدادي ان يا دكتورنا الهرم الطول بتاعه قل شوية، صح؟ بسبب عوامل مين؟ التعرية. يبقى هو داب، الدوبان ده بنسميه التجوية. حلو. طيب التجوية بقى البيولوجية يا دكتورنا، البيولوجية احنا كاتبين ايه؟ التجوية البيولوجية، التجوية البيولوجية بتحدث نتيجة تفتت الصخور بواسطة الكائنات الحية بقى، يعني احنا بقى اللي هنفتت الصخور، تمام يا دكتورنا؟ رقم واحد بتحدث نتيجة تفتت الصخور بواسطة الكائنات الحية، مثل مين بقى؟ رقم واحد يا دكتورنا ركز بقى معايا، الحيوانات، بتساعد الحيوانات التي تحفر الصخور. يعني مثلا انت عندك ثعلب، الثعلب دون بيحفر له حته في قلب الارض ويعيش فيها، هو ده شغلته. يبقى دلوقتي فتت الصخره ولا ما فتتش؟ فتتها. عندك يا دكتورنا الدود بيفحر في قلب الارض ويقعد فيها، يبقى فتت الصخره ولا ما فتتهاش؟ فتتها يا دكتورنا. رقم اتنين يا دكتورنا، تنمو جذور النباتات في الشقوق الموجودة في الصخور وتؤدي إلى تشققها يا دكتورنا ثم تفتتها. يبقى دلوقتي لو أنا قلت لك التي تحفر الصخور، حلو، على مين؟ على دخول الماء
والهواء إلى الصخور. يبقى لو أنا سألت بشكل عام يا جماعة، بشكل عام، حد يرفع إيده ويقول لي بشكل عام، هو إحنا إزاي التربة بتتكون؟ طب إيه هي التربة طيب؟ قولي هاجر. التربة هي الطبقة العليا السطحية المفككة اللي بتغطي سطح الأرض، وبتتكون من جميع أنواع الصخور اللي هو زي المارية أو رسوبية أو متحولة، حلو، وبتنشأ من طريق عن طريق التجوية اللي هو تفتيت التربة، اللي هو زي تفتيت التربة وتحولة الصخور. تحلل. تمام، ثلاث أنواع منها اللي هي التجوية الفيزيائية والتجوية الكيميائية والتجوية البيولوجية. ممتازة. دلوقتي بشكل عام، بشكل عام احنا بنقول لك ان انت عندك ارض اهي. بص، يعني الفكرة العامة اللي احنا عايزين نتعلمها النهاردة ان انت عندك ارض اهي. دي ارض، الارض دي يا دكتورنا لو انت رحت على ارض ما فيهاش حاجة تقدر تمسكها بإيدك، يعني تراب تقدر تمسكه بإيدك، يبقى دي مش تربة، ده سطح الأرض. إيه هي التربة؟ شوية التراب اللي أنت بتقدر تمسكه بإيدك. يبقى مثلا لو أنا قلت لك إحنا في أسفلت دلوقتي، هل الأسفلت ده تربة؟ ما حصلش. ليه؟ لأن يا دكتورنا مفيش فيه حاجة أقدر أمسكها بإيديا. تمام؟ على عكس مين؟ على عكس التربة لو أنت رحت مثلا في قلب الإيه؟ في قلب مثلا ارض زراعيه وبدات تمسك حاجه بايدك، التراب اللي انت بتمسكه ده بنسميه التربه. حلو، بيحصل ازاي بقى؟ قال لك والله يا دكتور عن طريق حاجه اسمها التجويه اللي هي تفتت وتحلل الصخور يا دكتور. تمام، طبعا بيتم بثلاثه اللي هو التجويه الفيزيائيه والكيميائيه والبيولوجيه يا دكتور. اتفقنا؟ طيب ركز بقى معايا، اللي جاي مهم فركز. انا عايز اقول لكم على حاجه، امتحان الفاينل، تمام، بوعدكم يعني امتحان الفاينل بتاع الترم الاخير هيكون كله معظمه تربه. تمام، وهتشوف الفصل الثالث، وبقول الدكتور عبد الله قال يا دكتورنا العنوان الرئيسي بقى بتاعنا النهارده تتكون التربه من عده مكونات رئيسيه، من عدة مكونات رئيسية. ايه هي يا دكتورنا؟ رقم واحد عندنا المعادن، رقم اتنين عندنا المواد العضوية، رقم ثلاثة الماء، عندنا الرابعة الغازات. يا دكتورنا المعادن كانت موجودة في قلب التربة تقريبا بنسبة 45%، المواد العضوية كانت تقريبا موجودة بنسبة 5% بس، الماء يا دكتورنا كان موجود بنسبة 25%، الغازات كانت موجودة بنسبة 25% يا دكتورنا. يبقى دلوقتي أكتر حاجة مكونة للتربة هي المعادن. أوكي، المعادن هي المكون الأكبر من التربة، ومعظمها طبعا بيكون من معدن بنسميه معادن السيليكات. تمام، طب ايه يا دكتورنا معادن السيليكات دي؟ معادن السيليكات اللي هي الـ SiO2، تمام، بنسميها معادن السيليكات. يبقى يا دكتورنا معادن السيليكات هي معادن تحتوي في تركيبها على أكاسيد السيليكون، وتعد من أكثر المعادن وفرة في القشرة الأرضية. يبقى تاني كمان مرة، ايه هو تعريف معادن السيليكات؟ هي المعادن اللي بتحتوي على اكسيد السيليكون، وتعد من اكثر المعادن وفرة في القشرة الارضية، مما يجعلها من شائعة الوجود في التربة. المعادن يا دكتورنا بتنقسم الى نوعين، النوع الاول، ركز معايا يا سلام لو بتكتب، النوع الاول يا دكتورنا هي المعادن الاولية، المعادن الاولية. النوع الثاني يا دكتورنا هي مين؟ المعادن الثانوية. المعادن الأولية يا دكتورنا كانت بتتكون أو بتيجي من تفتت الصخور بالعوامل الفيزيائية. تمام، يبقى الأولية كانت جاية من تفتت الصخور بواسطة مين؟
العمليات الفيزيائية. ايه هي العمليات الفيزيائية؟ لسه واخدينها دلوقتي حالا للناس اللي بتكتب، اللي هي مثل التغيرات في درجة الحرارة وتكرار تجمد وذوبان المياه في الشقوق الصخرية يا دكتور. تمام. يبقى كمان مرة، هي الناتجة، وهي الناتجة من تفتت الصخور بالعوامل الفيزيائية. حلو. وفي الأغلب بتكون المعادن دي غير منتظمة الشكل والأحجام. تمام. المعادن بتكون يا دكتورنا غير منتظم الشكل والأحجام، يعني شكلها مش منتظم والحجم بتاعها برضو مش منتظم وخشنة. تمام. يعني المعادن دي بتبقى خشنة. طب يا دكتورنا المعادن الثانوية بقى، المعادن الثانوية بتنتج من عمليات التجوية الكيميائية والبيولوجية. تمام. تنتج من عمليات البيولوجية والكيميائية المختلفة. لمين؟ للمعادن الأولية يا دكتور. تمام. وطبعا وهي المعادن الأكثر استقرارا. يعني لو انا قلت لك دلوقتي مين المعادن الاكثر استقرارا يا دكتورنا، هتروح تقول لي المعادن الثانويه طبعا. حلو، اتفقنا. طب يا دكتورنا ايه هي المواد العضويه بقى؟ المواد العضويه دي اللي هي المخلفات بتاعه النباتات، بتاعه الحيوانات، بتاعه الكائنات الدقيقه اللي هي البكتيريا والميته، ودي المواد اللي بتنتج عن هذه الكائنات وتحللها. يعني تاني، ايه هي المواد العضوية دي يا دكتورنا؟ مجموعة متنوعة، مجموعة متنوعة من بقايا النباتات. يعني ايه بقايا النباتات؟ انت دلوقتي بتحصد الارض بتاعتك، ففي ورقة وقعت من قلب الحصاد بتاعك. يعني مثلا نفترض ان انت بتحصد الذرة، ففي ورق الذرة وقعت في الارض فانت سبتها فتحللت، يبقى دي بقى اسمها مواد، اسمها مادة عضوية. مثلا في كائن حي مثلا وليكن في قلب الغيط بتاعك او في قلب الارض الزراعية بتاعتك، مثلا حيوان وليكن مثلا زي الكلب. تمام. يعني كمجرد مثال. تمام. في حيوان جه عمل حمام، الحمام بتاعه ده بنسميه مادة عضوية. تمام. مثلا في واحد تاني الحيوان بتاعه اتوفى، فالحيوان ده اتدفن في قلب الأرض، اللي اتدفن ده يا دكتورنا يبقى مادة عضوية. تمام. بغرض يعني أضرب لك أقرب صورة ليها. قولي حاضر. بس يا دكتور ده مش ده يبقى المفروض يبقى وحش على التربة؟ لا ده بالعكس، ده مفيد جدا للتربة، تمام. ده دي حاجة هو اللي حلوة. بيطلع أصلا البترول صح؟ ايه وهو اللي بيطلع البترول أصلا صح؟ بترول دي بقى؟ يعني بعد آلاف آلاف السنين، احنا دلوقتي بنتكلم يعني في المستحدث يعني. المهم بيطلع خلاص بالظبط. مفهمش. دلوقتي لو انا افترضنا مع بعض ان احنا عايزين مثلا انا وانت دلوقتي نصنع تربة في قلب البيت، هنجيب مخلفات الاكل بتاعنا اللي هو الطماطم، الجزر، الحاجات المخلفات دي. تمام. هنجيب ورق شجر، تمام، بايظ وقديم، هنجيب حاجات تقدر تتحلل زي مثلا القطن، قماش قديم. تمام. دي كلها حاجات تقدر تتحلل وتسيبهم مع بعض كده لمدة سنة، تيجي بعد سنة تلاقي كل البقايا اللي عندك دي اتحولت لتربة. ده بجد، انا بتكلم بجد. يعني انت لو عايز تصنع تربة في قلب البيت، هات كل حاجة، بقايا الطعام، بقايا أي حاجة تقدر تتحلل، أي حاجة أصلها نبات أو حيوان يبقى تقدر تتحلل. ما ينفعش مثلا تحط لي بلاستيك، البلاستيك ماهوش كائن حي. تمام. أي حاجة كائن حي لو حطيتها يا دكتورنا تصنع لك بعد سنة، بعد سنة ونص، بعد سنتين تصنع لك تربة. التربة دي بقى بفلوس كتير قوي. يعني انت لو انت عايز تبقى غني اعمل المشروع دون، وهتبقى غني بعد 3 4 سنين من دلوقتي. ده بجد. تمام. طب هو ازاي كده القماش القديمة بتعمل تربة برضه؟ ما انا قلت لك هي بتتحط مع بقايا زي مين،
يعني مثلا احنا هنجيب حتة قماش هنحطها مع بقايا الطعام، هنحطها مع ورق شجر، هنحطها مع مخلفات عندنا قديمة، تمام؟ حط الكلام ده كله مع بعضه بقى، سيبيها تتحلل لمدة سنة، سنة ونص هتتحلل، تمام؟ اوكي بيعملوش اتفقنا. ريحة يعني؟ اكيد بيعملوا ريحة، فانت أصل اعملي لهم عازل كويس، اكيد هيعملوا ريحة وحشة جدا. أصل قول هو الغرض من حط قماشة إن التحلل العمليات تحصل جواها كدفة كده يعني، ولا أصلا القماشة هيطلع لها حاجات؟ القماشة لو هي قطنة هتتحلل وتتحول لتربة، تمام؟ القطن صح، القطن أصلا نبات. بالظبط. ماشي، مجموعة متنوعة من مين؟ من البقايا بتاعت النباتات يا دكتورنا والحيوانات. بقايا الحيوانات بقى يعني أي حاجة في الدنيا، والكائنات الدقيقة يعني البكتيريا. البكتيريا بقى هي اللي بتطلع الريحة اللي جانا بتقول عليها دلوقتي، تمام؟ طب نعمل إيه بقى؟ حطيها في عازل بشكل كويس، يعني اعزليها، تمام؟ طيب يا دكتورنا، المية بقى قال لك اصلا المية موجودة جوه المسام بتاعت التربة، تمام؟ وده مهم عشان ننقل المغذيات للنباتات والكائنات بتاعت التربة. الكائنات بتاعت التربة يعني في ديدان عايشة في قلب التربة، في بكتيريا عايشة في قلب التربة، دي حاجات كلها بتخلي التربة صحية. يعني لو انت مش عندك دود في قلب التربة فالتربة مش صحية. ليه؟ علشان لو الدود ده اختفى التربة مش هتقدر تتنفس بشكل كويس، على عكس لما يكون الدود فيها. الدود في قلب التربة بيخلي التربة يا دكتورنا بيمشي في قلب التربة، فبيخلي التربة تتنفس، بيحفر في قلب التربة فبيخليها كده ايه، متفتتة اكتر، تمام؟ بس مش بيبقى مصلحتنا علشان النبات. يعني لو الدود موجود وانت بتزرع ارض فيها دود، الدود هياكل الزرع بتاعك، يبقى انت كده ما عملتش اي حاجة، تمام؟ بالعكس خسرت. يبقى دكتورنا المية بتوجد، يوجد الماء داخل مسام التربة، تمام؟ وهو مهم. المية مهمة في ايه يا دكتورنا؟ لنقل المغذيات الى النباتات، يعني الجدر بتاعها، وكائنات مين؟ وكائنات التربة. حلو. طبعا بتختلف قدرة التربة على الحفاظ بالمية على حسب بقى حجم حبيبات التربة ودرجة الحرارة. يعني مثلا انت الحبيبات بتاعتك صغيرة جدا متفتتة فتحتفظ بيها فترة طويلة، لكن انت دلوقتي عندك الحبيبات نص كيلو، الحبة الواحدة نص كيلو، الأرض عايزة يعني تمشي بيها عشان تفتت الصخر اللي فيها أصلا، تمام؟ وطبعا أفضل التربة اللي موجودة فيها يا دكتورنا هي التربة مين؟ التربة الطينية. التربة الطينية فيها مية. هقول لك مثال، وإن شاء الله إن شاء الله تكون شفته في يوم من الأيام. لو افترضنا مع بعض إن إحنا يا دكتورنا عايزين نبني في أرض زراعية، قبل ما نيجي نبني بنحفر يا جماعة، بنحفر صح؟ بنحفر علشان نبني الأساس بتاعنا. أكيد في مرة من المرات شفت إن الناس وهي بتحفر التربة طلعت مية، صح؟ ليه؟ لأنها كانت تربة طينية. يبقى التربة الطينية هي الأفضل في الاحتفاظ بمين؟ بالمياه دكتور، عن التربة الرملية. الأفضل في الاحتفاظ بالمياه عن التربة الرملية. اتفقنا؟ هل الكلام فيه أي صعوبة يا جماعة؟ لا طيب هنخرج لا وندخل، يا مستر، هنخرج وندخل تاني بسرعة جدا عشان نيجي نكمل بقية الدرس ومحدش يتأخر، تمام؟ النهاردة بالليل على طول إن شاء الله، تمام؟ الغازات، تمام؟ الغازات يا دكتورنا احنا عندنا 3 غازات مهمين جدا ان هم يبقوا موجودين في قلب التربة. الغاز الاول هو غاز مين؟ غاز الاكسجين بتاعنا وحبيبنا. طب ليه مهم يا دكتورنا يكون في قلب التربة؟ خلي بالك ان احنا بنتنفس اكسجين، ويا دكتورنا النبات بيخرج اكسجين، تمام؟
يبقى الجدر بتاع النبات هيخرج اكسجين. طب الاكسجين اللي الجدر خرجه هيخرجه منين؟ هيخرجه في قلب التربة. يبقى يا دكتورنا غاز الاكسجين مهم لمين؟ لتنفس جذور النباتات. لتنفس جذور النباتات. هنفترض مع بعض دلوقتي ان في نبات زي او في مثلا كائن حي زي الدود مثلا عايز يتنفس، هيتنفس ازاي؟ صنع الخالق بقى، يعني صنع فأبدع، اللي هو حتى النبات او حتى الكائن الحي اللي حافر لنفسه زي النمل زي الحشرات زي الديدان زي اي حاجة قاعدة في قلب الارض خالص، ربنا سبحانه وتعالى رزقها بالاكسجين بتاعها. انت خايف على رزقك يا جدع؟ خليك واثق في ربنا شوية يا جدع. تمام. يبقى مين؟ غاز الاكسجين مهم لتنفس جذور النباتات والكائنات الحية الدقيقة الموجودة فين؟ في التربة. والكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة. رقم اتنين. رقم اتنين يا دكتورنا غاز مين؟ غاز ثاني أكسيد الكربون طبيعي. أكسجين يبقى فيه غاز ثاني أكسيد الكربون، ومين تاني؟ والنيتروجين. دول يا دكتورنا مهمين ليه؟ لأنهم بيساعدوا في الكائنات الحية على النمو بتاع النبات. تمام؟ بتساعد أو غازان مهمان لوظائف الكائنات التي تساعد على نمو النباتات. يا دكتورنا زي مين؟ زي مثلا البكتيريا المثبتة للنيتروجين. تمام؟ هي اسمها كده، البكتيريا المثبتة للنيتروجين. حلو الكلام؟ صعب يا جماعة؟ كده احنا خلصنا المكونات بتاعة التربة. اتفقنا مع بعض ان مكونات التربة كانت المعادن، المواد العضوية، المية، الغازات. يا دكتور المعادن 45%، المواد العضوية 5%، المية 25%، والغازات كانت مين؟ 25% برضه. تمام. طيب تعالى مع بعض بقى ناخد قطعة من التربة نرسمها بالتفصيل التفصيل التفصيل. تمام. ركز معايا دكتور، الحنان حكينا لا لسه هنكمل كتير ولا ايه؟ احنا خدنا صفحتين بس. صباح الخير. تمام يا دكتورنا منصور، ركز معايا. الاء، معتصم، محمد، خالد، ركزوا معايا. دلوقتي احنا هناخد شكل التربة بقى. لو احنا افترضنا مع بعض ان احنا خدنا قطاع من التربة، بص ركز، هقسم لك التربة مثلا بالشكل اللطيف دون. دي القطعة الأولى من التربة مثلا أهي. تمام. دي ده الجزء الأول يا دكتورنا، هنلونه مثلا باللون دون على أساس يعني إن ده السطح بتاع التربة أهو. ركز بقى معايا يا دكتورنا، جينا بعد شوية قلت لك إن إحنا يا دكتورنا هننزل بالجزء ده مثلا أهون، ونقول لك إن ده يا دكتورنا باقي السطح بتاع الأرض، ده سطح الأرض. تمام يا دكتورنا، ركز معايا، آدي سطح الأرض أهون. خلي بالك إن الأحمر اللي فوق هو التربة، لكن الأصفر اللي تحت ده سطح يا دكتورنا الأرض. تمام. بص بقى ركز، هنفترض مع بعض إن ده هنسميه ألف، وده يا دكتورنا هنسميه ب. هنيجي بقى تحت كده يا دكتورنا ونروح عاملين نقط ودوائر بالشكل اللطيف دون. إيه؟ سطح الأرض يعني تحت التربة؟ لا، الأرض نفسها بقى
ان احنا نازلين لتحت، تمام؟ دلوقتي وهنسمي الجزء اللي تحت ده دكتور نجيم. انا عايز اقول لك على حاجة، الف ده يا دكتورنا هنسميه سطح التربة، سطح التربة. ب يا دكتورنا هنسميه تحت سطح التربة، تحت سطح التربة. اللي تحت دي بقى اللي هي النطاق ج ده هنسميه ايه؟ فوق الصخر الأصلي، تمام؟ فوق الصخر الأصلي. يعني لما تنزل لتحت خالص، الأرض بتاعتنا يا دكتورنا مكونة من صخور، عشان كده لما يجي زلزال ايه اللي بيحصل؟ الطبقات اللي تحت دي بتتهز، يعني الصخرة بتقع، فايه اللي يحصل؟ نحس بيها على السطح يا دكتور اللي احنا قاعدين بيه. حلو؟ طيب بص بقى، ركز يعني كده أساسي. تاني. احنا الأرض بتاعتنا متقسمة لثلاثة، التربة العادية بتاعتنا اللي احنا بنمشي عليها، تحت شوية يا دكتورنا في تحت سطح التربة اللي هو الأرض نفسها، بعد كده يا دكتورنا في جزء تالت اللي هو الصخر الأصلي، صخرة، صخر. يا دكتورنا لما يحصل زلزال ايه اللي يحصل؟ الصخر يتحرك فتبدأ الهزة تطلع لفوق، تمام؟ خلاص؟ طيب تمام. هنتخيل مع بعض ان مثلا في نبات هنا اهو، ده كده مثلا نبات يا دكتورنا بالشكل اللطيف ده اهو، ده نبات بالشكل الجميل ده. خلاص؟ النبات يا دكتورنا مش مجرد حتة موجودة في قلب سطح التربة، لأ. لو افترضنا مثلا إن ده نخلة، دي نخلة مثلا، النخلة يا دكتورنا الجذر بتاعها بيمتد إلى تحت سطح مين؟ إلى تحت سطح التربة يا دكتور. حلو؟ على عكس مثلا إنك بتزرع نباتات صغيرة زي مثلا الجرجير، الشبت، الحاجات دي كلها، دي موجودة كلها في سطح التربة. لكن أنت بتزرع شجرة كبيرة، فالشجرة دي لازم تدخل جوه تحت سطح التربة علشان تقدر تغذي نفسها بشكل كويس بدون الحاجة ليك، تمام؟ اتفقنا؟ اقفل المايك يا عبد الله. يا دكتورنا يبقى كمان مرة، احنا قلنا ان الارض مكونة من ثلاثة، سطح التربة وتحت سطح التربة يا دكتورنا ومين تاني؟ وفوق سطح التربة، تمام؟ اتفقنا؟ طبعا التربة دي السمك بتاعها بيختلف من نوع لآخر، يعني هل التربة دي تربة صحراوية ولا هي تربة طينية ولا هي تحت المية ولا هي تحت فين بالظبط، تمام؟ اتفقنا؟ طيب يبقى لو انا قلت لك سين تمام. تختلف سمكها، او تختلف انواع، تختلف انواع التربة على حسب، واحد يا دكتورنا نوع الصخر الأصلي الذي تكونت منه، تمام؟ رقم اتنين يا دكتورنا تأثير كل من الكائنات الحية وعوامل المناخ والفترة الزمنية، فترة الزمنية التي تعرضت خلالها الصخور الأصلية لمين؟ لعوامل التجوية اللي هي الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية يا دكتور، تمام؟ كل المناطق دي من قلب سطح التربة كان فيها مية طبيعة الحال. حلو؟ طيب نبدأ بأول واحدة يا دكتور، هناخد كل سطح من دول نتكلم عليه كلمة من اتنين، تمام؟ يعني هي كلمتين، اوكي؟ واحدة واحدة. هناخد أول حاجة يا دكتورنا، تعال نقولهم زي ما قلناهم المرة اللي فاتت أو زي ما قلنا اللي قبلها، قطاع التربة بيتكون من 3 مناطق. أول حاجة يا دكتورنا اللي هو مين؟ سطح التربة. التانية يا دكتورنا اللي هي مين؟ تحت سطح التربة. التالتة يا دكتورنا زي مين؟ زي فوق الصخر الأصلي، تمام؟
تعال نشوف أول واحدة يا دكتورنا، سطح التربة. سطح التربة بتتكون بشكل أساسي من بقايا النباتات اللي تراكمت على سطح التربة، وبتكون غنية بمين؟ بالدبل. إيه الدبل يا دكتورنا؟ تعال أقوله لك. يبقى تاني معلش، قبل ما أقولك أو قبل ما أعرفلك إيه هو الدبل أو الدبال، لازم تعرف إن يا دكتورنا سطح التربة ده اتكون من مين؟ من بقايا، اتكون من بقايا النباتات التي تراكمت على سطح التربة. لما أنا كنت بقولك من شوية إن يا دكتورنا إحنا بنحصد مثلا ذرة، فالذرة وقع منه مثلا حبة ورق، الورق ده أنت سيبته هيدوب في التربة، هيدوب في التربة ويتحلل، تمام يا دكتورنا. وبتكون تكون غنية بمين؟ بالدبال. ايه هو يا دكتورنا الدبال؟ تمام، عليها ضمة، الدال عليها ضمة، الدبال الدال عليها ضمة. ايه هو الدبال؟ تعال نعرفه. دي يا دكتورنا الطبقة السوداء، بتكون عضوية تتكون في التربة نتيجة تحلل المواد النباتية للأرض الزراعية، شكلها أسود علشان حاجة اسمها الدبال. ايه الدبال؟ دي طبقة سوداء عضوية، تمام، طبقة سوداء عضوية تتكون في التربة نتيجة تحلل المواد النباتية مثل جذور النباتات والحيوانات مثل ديدان الأرض يا دكتورنا والحشرات، وتكون غنية بالعناصر الغذائية. عشان كده انت تقدر تزرع في الارض السوداء اكتر بكتير جدا يا دكتورنا تحت سطح التربة بقى، تمام. دي بقى تربة غنية بالطين، تمام، هي تربة غنية بالطين وبتكون اقل خصوبة، تمام، تربة غنية بالطين، حلو. مالها يا دكتورنا؟ بتكون اقل خصوبة، اقل خصوبة، تمام، ويحتفظ برطوبة اكبر، اكبر، تمام، اتفقنا. لو انا قلت لك دلوقتي ان احنا عندنا النطاق الاول لونه كده، بص ركز في ركز في الالوان دي يا دكتورنا، كان سطح التربة لونه غامق بالشكل اللطيف ده، تحت سطح التربة بقى يكون لونه مين؟ يكون لونه فاتح شوية بالشكل اللطيف ده. شفت درجة اللون ايه اللي حصل لها يا دكتورنا؟ دي بنسميها تحت سطح التربة، تمام. اللي فوق بتكون ناعمة، اللي تحت بتكون أكثر خشونة، تمام. يبقى كمان مرة يا دكتورنا، بتكون أقل خصوبة وبيحتفظ برطوبة أكبر، يا دكتورنا بتكون فاتح اللون، بتكون يا دكتورنا أكثر خشونة يعني الصخور فيها إلى حد ما أو الحبيبات فيها كبيرة شوية، النشاط الحيوي، النشاط الحيوي أقل من سطح التربة. يعني إيه النشاط الحيوي؟ يعني الكائنات الحية اللي موجودة في المنطقة به أقل بكتير جدا من اللي موجود في المنطقة ألف. قول يا معتصم. مستر لو سمحت، بس واحنا نخلص على الساعة كام بالظبط؟ 10 دقايق إن شاء الله هنخلص، خلاص تمام، معلش. تمام، أوكي، حلو. بعد كده فوق سطح التربة بقى، فوق سطح التربة يا دكتورنا بص نيجي للطبقة التالتة. الطبقة التالتة دي بتكون أفتح بكتير جدا من الطبقتين اللي فاتوا، تمام، أهو دي يا دكتورنا بتكون أفتح كتير قوي. الطبقة دي بقى بتكون يا دكتورنا تحتها بقى صخور، تمام،
يعني هنا كده في الحتة دي كده في صخر في صخر في صخر في صخر، الأرض بقى الصخور الأصلية بتاعت الأرض، تمام؟ يبقى دي النطاق مين؟ جيم يا دكتور، اللي هو فوق الصخر الأصلي، تمام؟ ودي يا دكتورنا معظمها بتتكون من مين؟ من مواد صخرية، تتكون من مواد صخرية متماسكة، حلو؟ أو مفككة، يعني ممكن تكون متماسكة أو ممكن تكون مفككة يا دكتور، تمام؟ وهي الطبقة مفككة، مفككة، وهي الطبقة التي تكونت في النطاقات ألف وب يا دكتور، تمام؟ اتفقنا؟ وطبعا انت الجذور بتاعة النبات، جذور النبات لا تستطيع اختراق الطبقة دي، جذور النبات لا تستطيع اختراق الطبقة أو هذه الطبقة، حلو؟ دلوقتي عندك النبات أهو آخره قاعد هنا، ما يقدرش ينزل لتحت، تمام؟ ما يقدرش ينزل للمنطقة جيم، اتفقنا؟ طيب آخر سبورة هناخدها النهاردة، ركز بقى معايا، آخر سبورة، آخر سبورة، تعبتوا يا جماعة؟ تعبتوا؟ شوية بس. يعني لا كمان شوية، ما يجراش حاجة، كمان شوية، والله حتة صغيرة كمان، تمام؟ عشان لما نيجي المرة الجاية يكون احنا عاملين بوش لقدام. يا دكتورنا أنواع التربة، أنواع التربة، التربة في منها 3 أنواع، الأولى يا دكتورنا هي التربة الطينية، التانية هي التربة الرملية، التالتة هي التربة الطميية، تمام؟ اللي هو الطمي يعني، جميل؟ عايزين نقارن ما بين كل تربة والتانية، تمام؟ عايزين نعرف يا دكتورنا أول حاجة الرواسب، التانية يا دكتورنا الاحتفاظ بالماء، بالماء، التالتة يا دكتورنا المسافات بين الرواسب، بين الرواسب، التالتة يا دكتورنا تصريف الماء، الأخيرة التهوية. يا سلام لو الناس بتكتب، يا والله العظيم يا سلام، تحتاجش إنك تذاكر، ركز معايا. التربة الطينية يا دكتورنا بتكون أو بتتكون من رواسب دقيقة الحجم وكثيفة، رواسب دقيقة الحجم وكثيفة، يعني ايه دقيقة الحجم؟ يعني صغيرة بس كتيرة قوي، تمام؟ الرملية بقى يا دكتورنا بتكون معظمها رواسب رملية زي المدن الجديدة، رواسب زي الصحراء، رواسب رملية كبيرة الحجم نسبيا وخشنة، تمام؟ ايه في المايك يا دكتور. الطمية بقى بتكون متوسطة، لا هي ناعمة قوي زي الطينية ولا هي خشنة زي الرملية. عارف الطمية دي زي مين؟ لو حد راح فيكم راس البر أو جمصة أو راح اسكندرية هيلاقي الجو تحته، الأرض بتاعة البحر اللي أنت دايس عليه بتكون طمي، حلو؟ تكون أرض سودة، هو طمي، تمام؟ على عكس لو رحت مرسى مطروح مثلا، لو انت رحت مرسى مطروح ما بتلاقيش الطمي ده هناك، تمام؟ الاحتفاظ بالميه يا دكتور نار هنا كان أستاذ، قول. هو ده هو دي إيه؟ عشان معلش أنا مش عارف أكتبها. تصريف الماء، تمام؟ آه طيب. بالصاد، تصريف، تحتفظ بالرطوبة لفترات طويلة، لفترات طويلة، اتفقنا مع بعض يا دكتورنا
ان التربه الطينيه هي احسن حاجه موجود فيها فيها ميه. التربه الرمليه يا دكتورنا الاحتفاظ بالماء كانت قدرتها على الاحتفاظ بالماء منخفضه. اقفل المايك، تمام؟ منخفضه يا دكتورنا. الطمية بقى لها قدرة عالية على الاحتفاظ بالماء وتحتفظ بالرطوبة بشكل جيد، عشان كده لما تروح البحر وتدوس مثلا على الأرض بتاعت البحر تلاقي الأرض ساقعة. ليه؟ لأنها تربة طمية، فبتحتفظ بالمية وبتحتفظ بمين؟ بالرطوبة. المسافات يا دكتورنا بين الرواسب، هنا المسافات متناهية الصغر. هنا يا دكتورنا توجد مسام كبيرة بين الرواسب. هنا يا دكتورنا متوسطة تصريف الماء. هنا يا دكتورنا التربة الطينية سيئة جدا، تمام؟ سيئة جدا، سيئة جدا بسبب صعوبة تسريب الماء بين الرواسب يا دكتور، تمام؟ ما بتقدرش تصرف المية. لكن الرملية سريعة جدا تصرف، أو تصريف سريع للماء، تصريف سريع للماء. بص، لو انت مثلا جبت شوية رملة رشيت فوقهم مية، ايه اللي يحصل؟ الارض تمتصها بشكل سريع جدا. لو انت في الشارع ورشيت حبة مية يفضلوا واقفين، تمام؟ ما بتمتصش بسرعة يا دكتورنا. الطمية بقى متوسطة، تمام؟ متوسطة يعني الطمية كل حاجة فيها متوسطة ما عدا الاحتفاظ بالمية كانت عالية جدا. التهوية يا دكتورنا هنا كانت ضعيفة، هنا يا دكتورنا كانت جيدة، هنا يا دكتورنا كانت مين؟ معتدلة، يعني لطيفة. حلو الكلام؟ اتفقنا؟ آخر معلومة هناخدها عن يا دكتورنا التربة. أول حاجة احنا محتاجين نعرف دور التربة. آخر معلومة هناخدها النهاردة دور التربة في النظام البيئي. دور التربة رقم واحد دعم نمو النباتات. رقم اتنين يا دكتورنا تنظيم دورة الماء. رقم ثلاثة يا دكتورنا تدوير العناصر الغذائية. رقم ثلاثة يا دكتورنا أو رقم أربعة دعم التنوع البيولوجي والتوازن البيئي. خمسة يا دكتورنا تنظيم المناخ. ستة والأخيرة يا دكتورنا الحفاظ على بنية الأرض ومنع التعرية. حلو؟ اتفقنا؟ لسه ما خلصناش الدرس، لسه الدرس ده في حتة، تمام؟ حتة صغيرة خالص، تمام؟ ما نكمله يا جماعة، يعني معانا 10 دقايق نكمله عشان يبقى خلصنا. أستاذ والله أنا بكتب مش عارف أكتب لغاية إمتى، كتبت كتير أوي. سيبك من الكتابة، كده كده هبعت لكم PDF. ها، ناخد تصويت، نكمل ولا نستنى؟ نكمل ولا نستنى؟ هو ناقص 10 دقايق. نكملهم. يلا هنكملهم. الكلمة بسيطة خالص، تمام؟ دلوقتي احنا بنقول يا دكتورنا دور التربة في النظام البيئي دعم من نمو النباتات. طبعا احنا محتاجين نعرف ان التربة هي مصدر للمغذيات، لان النباتات بتمتد بالعناصر الغذائية، او يعني بنمدها بالعناصر الغذائية، زي مثلا النيتروجين، زي مثلا الفوسفور، زي مثلا البوتاسيوم، تمام؟ ودي كلها عناصر مفيدة جدا أو ضرورية علشان النبات ينمو، ضرورية لنمو النبات.
ضرورية لنمو النبات. طب يا دكتورنا، تنظيم دورة الماء أو لأ؟ لسه لسه احنا بنتكلم، معلش لسه ما خلصناهاش. دعم نمو النبات يا دكتورنا بتعمل كوسيلة لتثبيت الجذور، تمام؟ تثبيت الجذور. رقم ثلاثة يا دكتورنا إن هي بتحتفظ بالماء وتوفره للنباتات على حسب مين؟ على حسب الحاجة بتاعتنا. تنظيم دورة الماء، تمام؟ اتفقنا يا دكتورنا إن الأرض تقدر تمتص المية. طيب هتمتص أنهي مية؟ هتمتص مية الأمطار، تمتص ماء المطر، تمام؟ وتخزنها، حلو؟ طيب مما يساعد على توفير المياه للنباتات خلال فترات الجفاف. يا دكتورنا التربة بتعمل كمرشح طبيعي. يعني ايه مرشح؟ يعني فلتر، تمام؟ بيزيل الشوائب والملوثات من الماء قبل وصولها الى مين؟ الى المياه الجوفية. حلو، يبقى يا دكتورنا كمرشح لمين؟ طبيعي يزيل الشوائب والملوثات قبل وصولها، قبل وصولها إلى المياه الجوفية. حلو، تدوير العناصر الغذائية يا دكتورنا، تمام؟ تدوير العناصر الغذائية، ما انت دلوقتي الأرض بتمتص يا دكتورنا من الأرض بتمتص المطر، فبتروح للنبات، النبات بيكبره احنا ناكله، يبقى ده يا دكتورنا بنسميه تدوير العناصر الغذائية. دعم التنوع البيولوجي، عشان في كائنات حية عايشة في قلب الأرض يا دكتورنا. التوازن البيئي، لأن طبيعي جدا لو الديدان مثلا ما كانتش موجودة فطبيعي إن يحصل خلل في قلب البيئة. ليه؟ لأن مين هياكل؟ ان مثلا هنفترض ان في حاجة ميتة، حاجة سيئة، ما هو اللي بياكل الحاجات دي كلها الديدان بتاعت الارض، مين اللي هياكلها؟ لو ما فيش يبقى حصل خلل في التوازن البيئي، تمام؟ تنظيم المناخ، اتفقنا مع بعض يا دكتورنا ان التربة هتمتص غاز ثاني اكسيد الكربون وتقلل نسب الغازات الدفيئة في مين؟ في الغلاف الجوي. رقم اتنين يا دكتورنا استصلاح التربة المتهورة، تمام؟ استصلاح التربة المتدهورة. ايه اللي ممكن يحصل؟ بيساعد ايضا على خفض انبعاثات مين؟ يساعد ايضا على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ومقاومة مين؟ للتغير المناخي. اخر حاجة دكتورنا تنظيم درجة الحرارة، تنظيم درجة الحرارة، لان دلوقتي يا دكتورنا الارض هي اللي بتمتص درجة الحرارة وبتطلقها ببطء أثناء الليل، فده بيساعد على تخفيف التغيرات السريعة يا دكتورنا في درجات الحرارة، تمام؟ الحفاظ على البنية الأرضية ومنع التعرية. طبعا آخر معلومة إن النباتات بتنمو في التربة وبتساعد في تثبيتها ومنع التعرية بسبب الرياح والمية. يعني مثلا لو أنا قلت لك